زي فريقين المدينة بازل وكذلك يحيى جبران كعبي فريق الوداد. امامنا الحكام ديال الفار ياسين مسلم وياسين ضامري اللي غيقودوا تقنيه الفيديو في هذا المباراه. فريق الوداد سيكون المجموعه الثانيه، احمد رضا التقلاوتي في حراسه المرمى كلاعبين امين ابو الفتح، اشرف داري، يحيى عطيه الله، يحيى جبران، جلال الدودي، عبد الله حيبول، صلاح الدين بليشو، موصف شاشم، ايمن حسوني، والكونغولي الكونغولي بيتزا كامبوليك. المستوى الاحتياطي عيسى السيودي كحارس، رضا الجهدي، محمد رحيم، انس الغات، امين فرحان، بديع ووك، محمد الوردي، تسومو فريد، وحمزه ايتعلال. فريق الوداد اللي كيغيبوا عليه كذلك عدد من اللاعبين كإيفوان الشيخ، إبراهيم كومارا، أيوب العبلود المصاب، مؤيد علافي، أيوب سكوما، زهير مطرشي، سفيان كركاش، سيمون صوفا.